السلام عليكم يا البنات، بناتي خواتاتي. اليوم انا جيتكم بوصفة جديدة، تحلية. هي التورتة، لا تارت او بون، تورتة بالتفاح لا بات فويتي. هنا عندي لا بات فويتي تاعي، كنت خدمتها دايرتها في الكونجيلاتور. وقت الحاجة نجبدوها خدموها ونخلوها. انا خدمت بيها اخرى حاجة، ودوكا كان خليتها. اليوم نديرها لكم، نسحقو لا بات فويتي، نسحقوا حفينه صغيره. يعني واش عندكم؟ انا اليوم عندي شويه جوز، درت لكم لي نوا، كاين اللي عندها كاوكا، وكاين اللي عندها شويه لوز محمص. انت واش حبيتي؟ ولا فاس، ولا فاس عندنا اون كومبوت دو بوم، هاني طيبتها. زوج حبيبات تفاح، مغرفه صغيره تاع قارص، وزوج مغارف كبار تاع السكر. ديريهم يطيبوا، ما تروحيهم بالبغا، تولي عندك اون كومبوت دو بوم. هذا مكان، وعندنا صفار البيض للتزيين. دوك نوريكم طريقة التحضير. بعد ما حليتها هكذايا، السمك ديالها كنت تشوفوا 1 سنتيم، ماشي بزاف. حلها مليح. يكون عندي امول تارت لي عندكم. انا المول تاعي هنايا ني بغيتو شويه، وفارينيتو درتلو شويه لا فارين اون فاريني بغي اون فاريني. نوجد ان سيرسو بنقطع به الدوائر تاع التورته. هاكو معايا، هاولي كندي ان سيرسو الاولى، نديرها القاعده تاعها، نديرها شويه على السيرسو، ماشي بزاف، واحد 1 سنتيمتر على السيرسو، بنقدر نطلعها على الجناب تاعها. فوالا فوالا، فوالا هايلك القاعدة. من بعد ما درت القاعدة الأولى هايلك، راني نسقم مليح، سقمو مليح الجناب، فيكسيهم مليح بصبعتيكم هكذا، تو لو تو طلعو هكذا، تو لو تو حكموها. بعد ما فيكسيناها مليح هاكو تشوفو، نحكم فرشيطة ونتقبها شوية هكذا هكذا. فوالا، نجيب هاديك لا كومبوت ونفرخها على السطح تاع التورته هكذايا هكذا. فوالا، نمشي كامل على هذيك لا تارت. فوالا، نمشيها مليح على السطح كامل، ما نخليش العجينه تبان. هنا بزوج حبات تاع التفاح داروا لي ما شاء الله، ديروا غير زوج حبات، اللي حب دير بزياده دير هي اللي عندها. انا كانوا عندي دو بوم، راني قشرتهم طيبتهم من كومبوت. وهنا عندي هذوك المكسرات راكم تشوفوا بهم. انا عندي هنا لي نوا، قلت لكم لي عندكم لي نوا، عندكم الكاوكاو محمص، عندكم اللوز محمص، اللي حبت دير. واللي ما عندهاش، عندها دي فخوي تقطع دي فخوي كيما لي بوم، تقطع اللنجاص لي عندها. فوالا، هاني درتو، دوك نخليها بجي ونخدم القاعدة التانية. هناني درت صفار حبة بيض كاملة، درت لها مغرفة قهوة تاع صغيرة تاع الحليب، وراني حندير لها تو لو تو هكدا. شوفو باه تشد هاديك لاباط التانية، باه متنحليش، ماشي غير شوية برك، روحو جوزو عليها غير جوزو غير هكدا. مسحو لها لي بوردور برك تاع لا بات. فوالا، وهنا راني حليت الدائره الثانيه، هاي اللي راكم تشوفوا فيها حليتها. دوقا بسم الله نحطها فوق هذيك لا تارت اللي درتها، فوق الحشو ولي كونكاسي، نغطيها بها هاي اللي. وشوفوا كيفاش نخدم لي بوردور، راني لصقهم لا بات، نسقها مع هذوك لي بوردور اللي درت لهم البيض هكذا، باه ما تنحليش. فوالا،
هاكو تشوفوا كيفاه لصقتها، لا ما تنحلش. في طيب كوش راني شعلت هاي تسخن، الفوغ على 160 حتى 180 درجة. مدة الطيب تاعها 30 25 حتى تحمر. كي طيب لنا من التحت بيان تحمر لنا، نشعلوا لها وخلوها تحمر لنا من الفوق، بتجينا وجهها شباب. دوك بعد ما درت لها السطح تاعها بادي جونيتو بس بالبيض كامل، نحكم من كوردون ونبدا ندير هاد الخطوط هكذا، يخرج لنا كي طيب تجي مزوقه شويه من الوسط، من الوسط وتحبطوا هكذا هكذا. دورو ودورو غير بالكيردة فوالا، هذه هي. دوك نديرها طيب، وكي طيب راني نوريها لكم في طبق التقديم. هاني عاودت وليت ليكم لاطارت من بعد ما طابت، شدت في الكوشه واحد 30 دقيقه وحمرتها شويه من الفوق. هاني وجدت لها هنايا ان بادي جوناج، ديروا لها ديروا لها اون بريونس. كاين اللي حاب يدير لا جولي، كاين انا ندير لها. عندي معجون تاع المشماش، معجون تاع المشماش هاني ندير لها هكذا، نبرق لها الوجه تاعها بادي جوني، لها ندير لها اون بريونس. هاي لك سخونه بعد ما طابت، فوالا ندير لها لي بوردور تاعها شبان. شوفوها كيفاش قعدت هنا، شوفوها كيفاش قعدت هنا. راني حنقسم لكم يا سخونه، حبيتو تخلوها نتوما تبرد باش تشوفوا برك القهوه نتاع لاباط فويتي كيفاش جات. انا نقسم لكم هنايا، معاكم نشوفو كيفاش جات، ما تلصقش بيان سيغ. فوالا شوفو كيفاش طلعت، شوفو كيفاش جات فويتي. غنحطها هنايا في طبق التقديم. هاي لك، هاي من بعد ما طابت، شوفوها كيفاش جات مرقة داخل. هاي منا شوفوها كيفاش جات، هاي مرقه داخل، هاي الحشو ديالها. واش نقولكم، طعم بنين شابه. وجاتو جربوها جربوها، وما تنساوش دعموني باللايكات تاعكم وتبارطاجيو هاد الوصفه مع اصدقائكم. ونتمنى لكم شهيه طيبه، بقاو على خير، فرصه ناجيه ان شاء الله. بقاو